بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم موضوع حديثنا هو: من هم أنصار الإمام المهدي بالتعريف العرفاني؟ الكثير من الروايات أهل البيت، خصوصا عن الإمام علي وأئمة البيت سلام الله عليهم، دائما ما تحدثوا عن من يكونون أنصار الإمام المهدي، ولن أدخل في هذا المضمار. سوف أتحدث اليوم عن أشياء جديدة سوف تكشف من هم أصحاب الإمام المهدي فقط من القرآن الكريم، وهذه أشياء تقدم لأول مرة فقط للناس اللي حابين يكونوا مع الإمام المهدي. من أي منطلق سوف ينطلقون؟ لأن هذه حتكون بعض الأشياء الصادمة لهم هلأ من هذا المنطلق. هلأ بالنسبة لموضوع الإمام المهدي وكيفية أن يكون واحد الإمام المهدي، يلزمه أكيد التقوى، الصبر، الصلاة، الصوم، إداء الواجبات كلياتها، لأن هذه أشياء بغض النظر إذا الواحد بده يكون مع الإمام المهدي أو مش معه يكون مع الإمام المهدي، أشياء مسلم بها. يعني هلا إذا واحد بيقول لي أنا ما بصلي، إذا صليت هل كون مع الإمام المهدي؟ يعني هذه أشياء مسلم بها، مش معقول إنه بس عشان صلاتك تفوت مع الإمام، أو عشان صومك، أو علشان الأمور الدينية اللي بتقدمها. هلا لحتى نفهم معنى الذي حدث عنه، بتمنى إنه كل المشاهدين خصوصا هذه الحلقة، خصوصا المهتمين بموضوع الإمام المهدي، يكملوا الموضوع للآخر معي، لأن حفوت فيه بعدة فقرات وحتجمع هاي الفقرات كلياتها لحتى يقرب الفهم مظبوط للمشاهد. هلا لحتى نفهم من هم أنصار الإمام المهدي، لازم نفهم من هو الإمام المهدي قبل لحتى يكون من هم أنصاره، والوصف الذي يصف به الإمام المهدي أنصاري. لحتى نفهم هذا، نقارب هذا الموضوع شوي، حجيب آية حتكون غريبة شوي لحتى نطبق هيدي على هيدي. بقول بسم الله الرحمن الرحيم بسورة القيامة: وجمع الشمس والقمر. كثير من العلماء قدموا جمع الشمس والقمر سوف يقوم فقط بيوم القيامة، وهي هذه السورة بسورة القيامة. ليه؟ لأن القيامة كل شيء يجمع بشيء، كل شيء من أي ناحية، إنه هنالك شمس موجودة بالمجرة الشمسية اللي إحنا عايشين فيها، وهنالك قمر للأرض. أنا هتحدث بس بالمنحة الكلاسيكي. فالعلماء هؤلاء اللي جدد هلا اللي بيجمعوا العلم والدين بيقولوا بيوم القيامة سوف تنفجر الشمس لأنها كتلة هيدروجينية عالية، وسوف يكون هنالك من العائلة هذه الهيدروجينية H2 H3 H4 H5 H6 H7 إلى ما هنالك، وهذا سوف يؤدي إلى انصهار شديد في الشمس وتنفجر انفجار عالي، ويكون انفجارها يوصل من السماء من الشمس لا وصولا للقمر، لا توصل الأرض، والأرض ساعتها دغري هي بتنصهر معها. هذا المنحى والتنظير الكلاسيكي جدا، يعني احنا بمدرسة أهل البيت هذا مش شيء جديد، موجود، هذا موجود من عهد 1200 سنة. بس ما معنى جمع الشمس والقمر بسورة القيامة؟ الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: موتوا قبل أن تموتوا. ما معناتها؟ يعني شو؟ يعني الواحد بموت نفسه بالدنيا قبل ما يموت موتة الآخرة، يعني الموت قبل ما يروح على عالم البرزخ. كيف يعني؟ يعني الانتقال بالنفس كاملة للوصول إلى معنى الموت الحقيقي قبل ما يطبق الموت الإلهي الرباني اللي بعده. عشان هيك هذه الصورة موجودة بالقيامة، لأنها قيامة الأشخاص، قيامة الأشخاص المهمين. جمع الشمس والقمر بالتفسير هلأ شو معناته اللي حقدمه؟ بالكون نحن الموجودين فيه هنالك شمس واحدة، وهنالك قمر للأرض، وهنالك 4 أو 5 أقمار أو 6 أقمار لزحل، وهنالك 24 قمر لعدة كواكب أخرى، ولدينا نحن بالمجموعة الشمسية 8 أو 9 كواكب أو 10 كواكب حسب ما بيعترفوا العلماء هلأ إذا بلوتو موجود أو لا. هو كلياتهم كل واحد منهم له أقمار، نحن موجودين فقط بمجرة شمسية واحدة، بشو؟ بكون يدعى الميلكي واي بالإنجليزي، أو يدعى الميلكي واي مجرة درب التبانة. هذه كلها فيها ملايين الشموس، وكل شمس من هاي الشموس عندها كواكب، وكل كوكب من هالكواكب عندهم شو؟ عندهم أقمار. فعندما يتحدث الله عز وجل عن وجمع الشمس والقمر، أي شمس وأي قمر بالتحديد، لأن لما تقوم القيامة حتقوم القيامة فقط على المجرة الشمسية الموجودة فيها، ولا حتقوم القيامة على كل الكون الموجودين فيه حين يبلع من الثقب الأسود. شفتوا لما الواحد ينظر للموضوع من منظار أكبر من اللي هو موجود فيه، يرى أن هنالك أمور تتحقق بشو؟ بمعنى عرفاني آخر. يعني الله عز وجل أراد المعاني الباطنة خصوصا هلأ أن تظهر، لا حتى نفهم من هم هؤلاء الأشخاص الذين سوف يكونون مع الإمام المهدي. جمع الشمس والقمر، فلنتساءل من هم هذا الشمس
ومن هو هذا القمر؟ هل هو مجرة درب التبانة، ولا المجرات الأخرى، ولا الأقمار الأخرى، ولا مجر، ولا الشمس الموجودة في هذا الكون ومع الأقمار الموجودة في هذا في المجموعة الشمسية؟ لذلك المعنى سوف يتحقق بشيء آخر، خصوصا لأنه يوم القيامة، قيامة أشياء أخرى بهذا المنحنى. لحتى نوصل للمعنى الحقيقي لهذه الآية لازم نجيب آية فيها الأرض. وين الأرض من هذا كله؟ هنالك شمس وقمر، ولا يوجد الأرض إلا بآية أخرى بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أنا ما حأدخل بما معنى تفسير هذه الآية، حأقول إنه هذه الآية فيها الأرض وهنالك أشياء الله عز وجل دعاها بها لحتى تجي. ما هي الأشياء التي دعاها بها؟ هنالك الطيف المغناطيسي الموجود في الأرض، لا هي تقام على هذا الطيف، والذي شو هو يسمى جبل قاف، لا لأنه من خلق الله عز وجل. يعني أنا عم بحاول أربط كلياتها هيدي بشو، بعلم الحروف. هنالك جبل قاف الذي هو الطيف المغناطيسي الموجود داخل الأرض، والذي هو من أعمدة الأرض. فما معنى يعني شو عم على وين عم بوصل؟ عم بوصل انه هنالك باشياء لما نوصل للداخل للباطن هنالك اشياء تسمى بالاحرف. مثلا الذره موجوده شو بقلبها؟ بروتون ونوترون بقلبها، شيء اسمه كوارك بقلبها، شيء اصغر من هيك له كمان مسميات. بس بالتعريف القراني الله عز وجل سمى هذا الشيء بقاف، قاف وجعل لها صوره، لا لانها باطن الاشياء وخلقها من قاف. هلا انا بفرجيكم كيف قاف خلقت من الخلق لهذا. فبنلاقي هنالك مش حرف واحد، عندنا احرف ابجديه كامله. الاحرف الابجديه الحقيقيه الكامله هي 32 حرف، نحن موجود لدينا فقط 27 حرف. هلا مثلا اذا قلنا ا ب ت ج ح هذول كلياتهم لا يتصل، اذا وصلنا الف بكلمه حد منا مثلا ابتي، الالف بتضل موجوده لحالها، ليه؟ ما لا تنوصل باي شيء الا باللام، لانها تتبع الله عز وجل، لانها اول ما خلقت الالف بعد منها الباء، كتبت النقطه والنقطه خلقت الالف والباء، وما كان في مش منقطين، بعدين نقطوا، لان الله عز وجل يريد ان يرينا اشياء اخرى. فمثلا الالف لا تنوصل مع اي شيء اخر، الباء اذا وصلت تفتح ليه؟ لحتى تعطي باطنها للاحرف القادمه، مثلا بي بنت، لتعطي لبنت لأشياء أخرى. إلا حرف الكاف، عندما يوصل حرف الكاف بأي حرف آخر يكسر، مثل كأنه بينعمل ضلع ويكسر هذا الضلع وينوصل فيها، مثلا مثل شو؟ مثل حرف كن. الله عز وجل هذا الكلمة التي أمر بها الأشياء أن توجد، لما أمرها وجدت، بهذه القوة القوية التي جعلها الله عز وجل في هذا، من قوة الله عز وجل، قد ما كان الأمر بالوجود كسرت. هلا إذا نظرنا إلى اللام مثلا، إذا حطينا لام ولن بتضل اللام نفس الشيء، لأن لم يوجد عليها ثقل مثل ما وجدت على الكاف حين الخلق، ووجد بين الكاف والنون واو، والتي هي ماء الحياة التي اختفت من شدة الضغط على الكاف. هلا هذا مش موضوعنا، بس أنا عم بوصلكم لا اللي بده يوصل له. فالأين القاف هي شو؟ هي الطاقة المغناطيسية. هي شو؟ الطاقة المغناطيسية. هلا إذا لقينا هذه الطاقة المغناطيسية اللي بحركها للأرض، وين موجودة بجسد الإنسان؟ هي الطاقة التي موجودة هي بالقلب. شفتوا؟ الله عز وجل جعل القلب مسماه قاف. أول ما قال قلب ابتدأ فيه قاف، لا لأن هنالك طيف مغناطيسي موجود بهذا اللب الذي ينتشر عبر المسافات. يعني مثلا إذا هنالك قلب مؤمن موجود في منطقة معينة، هذا القلب يغطي على كل سكان هذه المنطقة، يعني بيعطيها الأمان، بيعطيها مثلا إذا قابلتوا أشخاص بحياتكم، مجرد ما تلاقي شخص ممكن تنفر منه مباشرة، إذا لقيت شخص ممكن ترتاح له، ليه؟ لأن المجال المغناطيسي الموجود في قلبه بيريحك من هذا المنطلق. والعلماء وخصوصا الفيزيائيون الحديثون أثبتوا أن القلب طيفه بيوصل 5 كيلومترات، يعني البعد عن الطاقة المغناطيسية للقلب بيوصل 5 كيلومترات. لذلك إذا وجدت في منطقة دائما كئيبة، أصحابك كئيبين، أنت لحالك بتصير كئيب. إذا دخل شخص هيك
يعني طاقته المغناطيسية خصوصا من القلب عالي وراقي، بتلاقيه بيأثر على الناس كلياتهم. وأمتى بيأثر هذا الموضوع؟ على المحاضر، لما تشوف مثلا تروح عند محاضر بيتحدث بمحاضرة، هذا الطيف المغناطيسي الموجود فيه بيأثر على كل الناس الموجودين حواليه لأنهم يسمعونه. وهذا معنى العبادة، الإشراك. الأئمة سلام الله عليهم قالوا الإنسان يشرك بالله عز وجل حين الاستماع لشخص آخر، لذلك اجعلوا هذا الإشراق فقط في سبيل الله. كيف؟ أنه تتسمعوا يا على القرآن يا على من يدلكم على سبيل الله، لأن إذا تسمع الإنسان على أغاني أو شيء يشرك بالله عز وجل بصوت ذلك الشخص لأنه يعبد شيء آخر غير الله عز وجل، وهذا معناته من القلب ذا القلب طالع بهذا المعنى. فشو أنا عم بعني بهذا الموضوع؟ بعني أنه هنالك شيء اسمه قلب، وهنالك شيء آخر جعله الله عز وجل هي اللي من نوصل له، اسمه ماذا؟ بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما كذب الفؤاد وما رأى. الله عز وجل جعل بهذه الآية القرآنية المباركة تسمية للقلب الآخر، تسمية للقلب، وتدعى ماذا؟ الفؤاد. هنالك تسمية مباشرة للقلب تدعى الفؤاد. هلأ بالتفاسير القديمة جعل انه هذا الفؤاد ليه؟ لان من الناحية اللفظية اجمل، والله عز وجل افضل البلغاء لذلك جعل الفؤاد. بس بالحقيقة لا، بالحقيقة هو افضل، هو هي مظبوط، الله عز وجل افضل البلغاء، بس بالحقيقة مش بس هيك الله عز وجل جعل انه بدي اقول لك القلب يشتغل على المجال المغناطيسي الان في قاف، بس ولكن جعل شيء اخر ابتدأ بالفاء والفؤاد. ما هو الفاء بالتحديد؟ هو فيض الله عز وجل، هو الفيض الله عز وجل. لذلك نكتشف شيء آخر، الأرض تشتغل تحمل بجبل قاف، السماء عفوا الشمس تحمل بالفاء لأنها من فيض الله عز وجل، لأنها النور الذي يأتي من 70 اسم يعني مقسوم على 70 70 70 من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموجود في سرادق العرش. يعني الشمس الموجودة نحن عندنا هلأ هي من 70 70 70 70 مرة مقسومة، لو وصلت لعنا هلأ من هيدي النافذة الشمس هي نافذة نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ماذا؟ من فايض نور الرسول. لذلك الله عز وجل لما أسري برسوله الكريم على هذه المنطقة فوق قال ما كذب الفؤاد وما رأى، عفوا ما كذب الفؤاد وما رأى. شو الفؤاد هون؟ هو الذي يرى. ليه؟ لأنه من يرى فيض الله عز وجل. هاوي فنحن إذا أردنا أي شيء يأتي عن طريق ذلك النور من الفيض. فصار عندنا فاء وعندنا شو؟ قاف، اثنيناتهم مربوطين ومجموعين ببعضهم. هلا بدي طلعوا بشيء مهم، بالفاء هنالك هي يعني كيف بتنكتب؟ دائرة ودائرة مفتوحة لفوق، لأن هنالك شيء باطن مخفي فيها وهنالك شيء مفتوح للجميع. والقاف هنالك شيء مربوط مخفي، لأنه شو دائرة؟ دائرة هي دائرة خاصة لشيء معين وشيء مفتوح للجميع، بس ولكن جعل فيها 2 أشياء مهمين. ما هي؟ نقطة نقطتين على القاف ونقطة واحدة على الفاء. حين تحدث الله عز وجل عن رسوله الكريم ذكره بالفؤاد. ليه؟ لأنها هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ماذا في القرآن؟ هو نون، مظبوط، مش رسول الله هو نون؟ نون والقلم وما يسطرون. الله عز وجل سمى رسوله الكريم بنون. نون ما هي مميزاتها؟ نص دائرة مفتوحة وفيها نقطة من فوق. أي شيء بالقرآن فيه نقطة من فوق هو يرمز لرسول الله من الآخر، وأي شيء مفتوح وله نقطة من تحت هو يرمز للإمام العلي من آخر. بيقول شو؟ القرآن كلياته موجود بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كلياتها موجودة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم موجودة بالباء، وأنا النقطة تحت الباء من الآخر. ورسول الله كل شيء موجود في القرآن موجود في القرآن الكريم في الفاتحة، والفاتحة كلياتها موجودة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم كلياتها موجودة في القلم الذي كتبها الذي هو النون والقلم وما يسطرون. لأن من هو القلم الأساسي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي كتب كل شيء، حتى كتب النقط وكتب الإمام علي لأنه الباطن. ليش؟ لأن الله عز وجل فتح كل هذا الفيض، كل هذا الفيض الذي موجود في الشمس من نوره لجميع الناس. الشمس تشمل المؤمن وتشمل الكافر، هذا الفيض يشمل المؤمن ويشمل الكافر. فليش؟ لأن فتحها كلياتها. هلأ بنطلع نحن على السين، مش هي السين هي المفتوحة نفس الشيء، بس ولكن الشين شو هون؟ مفتوح إلها 3 فتحات، وإلها فوق منها شو؟ 3 نقاط. ليه؟ لأن هذه طاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
طاقة الإمام علي، لأنه الباطن، لأنه اثنين مجموعين من فوق، ومن فوق الأول هي طاقة قاب قوسين أو أدنى، إن شاء الله بالمستقبل نحن نتحدث عنها بالتحديد. فأي شيء يعطي طاقة للجميع لديه ثلاث نقاط بتكون موجودة من فوق، وهنالك أحرف مخفية بالعربية لديها ثلاث نقاط من تحت لا يعرفها إلا الذين تفقهوا بعلم الحروف وبالعلم الباطني، وإن شاء الله كمان نتحدث عنه إذا أذن لنا. فبنلاقي بالشين ثلاث نقط. هلا ماذا تساوي الشين؟ إذا لقيناها ثلاث نقط ماذا تساوي؟ تساوي القاف زائد الفاء، مظبوط، لأن القاف عندها نقطتين وزائد الفاء تساوي الشين. شوفوا سبحان الله كلياته مربوط ببعض. لوين بدي أوصل أنا؟ بدي أوصل إنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود على الأرض، موجود جسديا، هو موجود دائم بس موجود جسديا، مثل ما لما كان موجود حين البعثة كان هو الشمس، ومن والوسيط تعول هو القمر. هنالك شمس وهنالك قمر، وكل الناس الموجودين هن الأرض، هن الشمس. غاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحول الإمام علي إلى شمس، وتحول وصيه إلى قمر. هم الشموس وهم الأقمار بنفس الوقت. ليه؟ لأن الفيض الإلهي لما ارتفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده موجود ممثله مين؟ الإمام علي، هو تحول إلى الشمس، الناس كلها بترجع له هو، والرسول الله تحول إلى الباطن. فالإمام الحسن هو كان قمر الإمام علي. غاب الإمام علي، تحول الإمام الحسن إلى شمس والإمام الحسين إلى قمر. غاب الإمام الحسن، تحول الإمام الحسين لشمس والقمر وعلي بن الحسين إلى الإمام المهدي. وهون السر، الإمام المهدي حاضر هو الشمس. طيب بعد الإمام المهدي أين الأقمار؟ من هم القمر؟ الأقمار، لا يوجد أقمار بعد الإمام المهدي سوى أنصار الإمام المهدي الذين يرفعونه. لذلك الإمام المهدي حين ينادي ال 313 أو القادة من جيشه أو من اللي هيكونوا من أنصاره، يناديهم أين أقماري؟ أين أقمار دولتي؟ ليه؟ لأن هن الأقمار الذين سيمثلونه في الأرض. في الكثير من الكذابين المدعين أنه هنالك شخص موجود بالعراق يقول انه هو خليفة الامام المهدي. لا يوجد خليفة، لا يوجد شمس قبل ما تكون الشمس هي ظاهرة. هو الشمس الظاهرة، وكل الاقمار هدول موجودين. اذا الشمس مختفية هاي الاقمار كلها مختفية، لان حين تظهر الشمس كل الاقمار هدول يظهرون. لذلك اذا اردت ان تكون من انصار الامام المهدي عليك بالتشبه بالقمر. ما معنى يعني كيف انظر إلى مراحل القمر، وهنا هذا السر. إن شاء الله سوف نتحدث في الحلقة القادمة عن مراحل القمر، في الحلقات القادمة عن مراحل القمر، لأنها شبيهة جدا بما سوف يأتي من كشف سر وقاب قوسين أو أدنى. إلى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.